التقى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بمجلس العزاء بقصر رفاع الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث قدم التعازي والمواساة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لصاحب وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، وإلى سعادة الشيخ سلمان بن دعيج الخليفة، وإلى أفراد العائلة المالكة الكريمة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج الخليفة رحمها الله. دعينا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.